السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا خامس؟ اليوم عنا هو الملخص، هذا هو ملخص مادة الامتحان النهائي، ادرس يا خامس فقط هذا الملخص وستنجح بإذن الله تعالى بعلامة متميزة بإذن الله تعالى. أول شيء احفظ ما المقصود بالرشح، هو مرض فيروسي معدي يصيب الأغشية المخاطية للجهاز التنفسي، التهاب اللوزتين، أيضا ما المقصود بالحمى، ما المقصود بالمنظفات المنزلية، ما المقصود بالبنك المركزي والإسلامي والشركات المصرفية والشيك والرسم الهندسي. عندنا بعض التعليلات جمعت لكم إياها جميعها في من ألف إلى طاء. تناول كوب من موقوع الزعتر على ماذا يساعد على تدبير مشكلات الرياح للرشح، لماذا؟ لتقليل من أعراض الرشح وتحسين المجرى التنفسي. أيضا تجنب تناول المشروبات الباردة والمثلجة خاصة عند الإصابة بالالتهاب اللوزتين لأنها تؤخر في العلاج وتسبب الالتهابات. التخلص من المناديل الورقية المستعملة بطريقة صحيحة لتجنب نقل العدوى إلى الأشخاص المحيطين بك. وجوب رد ميزان الحرارة الزئبقي قبل استخدامه في قياس درجة حرارة الجسم حتى يهبط الزئبق إلى ما دون 35 درجة حرارة سيلسيوس. تكرار وضع كمادات ماء البارد على جبين المصاب وعلى أطرافه، لماذا؟ علل، حتى تنخفض درجة حرارته ويشعر المصاب بالتحسن. وجميع التعليل هنا مهم جدا. من أخطار الحمى على الصحة التشنجات العصبية، زرقة الأطراف، ارتجاج العضلات والأطراف وتأثر العينين. أيضا من المنظفات التي تستخدم في تنظيف المنزل سائل الجليل مطهرات الكلور. من مواد التنظيف الشخصية معجون الأسنان والصابون العادي. استخدامات كل مسحوق الغسيل، لماذا نستخدم مسحوق الغسيل والكلور والمطهرات وسائل الجليل. أيضا من أضرار مواد التنظيف هي الحساسية، تشوهات خلقية، الصداع. من أخطار بعض المنظفات في عبوات غير متخصصة، بعض المشكلات الصحية اللي بتسببها مواد التنظيف السائل الجلي مثل منظف الأرضيات، الكلور، معطر الجو، مسحوق الغسيل، إلى ماذا يدل كل منهم على أعراض. من الإرشادات الوقائية الخاصة باستخدام مواد التنظيف عندنا ألف باجي مهمات حفظ. من وظائف البنك المركزي أيضا ثلاثة وظائف حفظها جيدا، اكتب نوع البنك الملائم، جميعها مهمة. من الخدمات التي يقدمها البنك لأفراد المجتمع أربع خدمات حفظها. من أهمية البنوك ماذا هي؟ املأ الفراغ. من أدوات الرسم الهندسي مهم، الأدوات التي نحتاجها لرسم مربع ما هي؟ الأدوات التي نحتاجها لرسم دائرة، هذه الأداة المناسبة مهم جدا. من أدوات القياس مهم جدا، أضع إشارة صح أو خطأ أيضا جدا مهم هذا السؤال. هيك خامس، هذه هو ما أطالبكم فقط بدراسته، هذا هو الملخص. استودعتكم الله في حس في فصل قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.